حيكم مشاهدينا، وموعدكم يتجدد مع مشهد أحمر بعد قليل. أهلا بكم. في الوقت الذي تصر القوى السياسية على إجراء الانتخابات في موعدها رغم الظروف غير المستقرة التي تحبط بالعملية السياسية وتحيط بها، لم تلتفت تلك القوى لشعب الخيام. النازحون الذين ما زالوا قابعين في مخيمات النزوح دون أن يعرفوا ما هو مصيرهم. ديالى واحدة من أولى المحافظات التي شهدت موجات نزوح لأسباب متعددة توزعت على نشاط الميليشيات والعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، ها هو مجلسها اليوم يحذر من عدم إجراء الانتخابات إذا ما استمر نزوح الآلاف من العائلات من مناطقهم التي تحررت منذ فترة طويلة، إلا أن يد الإعمار لم تطلها حتى الآن. فما الذي تنتظره القوى السياسية لكي تعيد هذه العائلات التي تخشى أن يتم استخدامها كمادة انتخابية ليس أكثر، دون الالتفات إلى معاناتهم جراء النزوح؟ نتابع الآن أبرز منشطات حلقة اليوم ثم نعود لنفتح النقاش. العبادي يشكل خلية لمكافحة الفساد تضم خبراء دوليين للمساعدة في التحقيق ومتابعة عقارات داخل العراق وخارجه وحسابات مالية وأموال منقولة. إحالة عضوين في المجلس المحلي لقضاء الشرقاط في صلاح الدين إلى النزاهة على خلفية شبهات فساد في عقود تنظيف المدينة. تجار البصرة يتظاهرون أمام منفذ صفوان الحدودي للمطالبة بإبعاد الأحزاب عن المنافذ الحدودية، ويدعون رئيس الوزراء إلى البدء بتطهير المنافذ من الفاسدين. حكومة إقليم كردستان تعلن انتهاء برنامج التسليح والتدريب العسكري الذي يقدمه التحالف الدولي لقوات البشمركة، وقوات أمريكية تدخل محافظة كركوك قادمة من أربيل. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي ردا على تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قادر على ضرب القارة الأمريكية بأكملها. يؤكد مجلس ديالى أن المحافظة غير مستعدة لإجراء الانتخابات بسبب وجود آلاف النازحين. ملف إنساني يقول أعضاء في مجلس المحافظة أن تعطيله سياسي بامتياز. نتابع تفاصيل هذا الملف في تقرير مراسلنا نهض الزيني. يبدو أن إجراء الانتخابات في محافظة ديالى بات مرهونا بإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة منذ عامين ونصف، حيث لوح مجلس ديالى بتقديم طلب لتأجيل الانتخابات في المحافظة إن لم تتم إعادة النازحين وإغلاق ملفهم بالكامل. طلبنا يعني لتأجيل انتخابات في حال عدم عودة النازحين، يعني أعتقد هذا شرط من ضمن الشروط الرئيسية اللي وضعها مجلس الوزراء، يعني لزم إجراء الانتخابات في عودة النازحين. احنا الحقيقة لحد الآن نطالب بعودة النازحين في مناطقنا في شمال المقدادية والسعدية وجلولاء. الحقيقة يعني حتى في حالة عودتهم يعني هناك عدم استقرار، هناك دور مهدمة، مدن مهدمة بالكامل، يعني العملية الاستقرار حتى المواطن في حالة عودته اليوم ما عنده مكان حتى يقعد به، فأنا شلون أقدر أهيئ له الأرضية أو الجو المناسب لعملية الانتخاب؟ فهي الحقيقة عملية معقدة جدا، يعني أعتقد اليوم الوقت غير مناسب تماما لإجراء انتخابات. وكشف أعضاء في مجلس المحافظة أن طلب تأجيل الانتخابات أصبح أمرا واقعا لعدم قدرة الحكومة المحلية على إعادة النازحين في الأشهر الخمسة المقبلة، فيما أشاروا إلى أن الأرضية غير مناسبة لإعادتهم كون مناطقهم تعرضت لدمار كبير. حكومة ديالى المحلية غير قادرة على عودة العوائل في هذه الأربع أشهر أو خمسة أشهر التي تسبق الانتخابات، لأن إحنا مناطق ديالى محررة قبل سنتين ونص، ولحد يومنا هذا عندنا عوائل مهجرة وعندنا مناطق بكاملها لم تسمح العودة إلى هذه المناطق، ولحد الآن عوائلنا خارج ديالى. محافظتنا غير مهيئة لإجراء الانتخابات بسبب عدم عودة النازحين بشكل كامل إلى مناطقهم، وخاصة في جلولاء بعد التجريف الذي شمل حي التجنيد والشهداء و27 قرية محاطة لجلولاء. وبحسب إحصائيات فإن ما يقرب من 17 ألف
عائلة ما تزال نازحة داخل وخارج أسوار المحافظة ولم تتمكن من العودة إلى مناطقها، فيما تعرضت مناطق بأكملها للدمار أثناء سيطرة تنظيم داعش عليها والعمليات العسكرية التي جرت ضد التنظيم. للشرقية نيوز ناهض الزيدي، محافظة ديالى. نرحب الآن بضيفنا سيد رعد الدهلكي النائب عن محافظة ديالى. سيد رعد أهلا بك معنا. يعني مجلس محافظة ديالى يريد اليوم استثناء من موضوع الانتخابات، أي بتأجيل الانتخابات في هذه المحافظة لأسباب كثيرة. لماذا الانتظار لهذه اللحظة حتى يتم الحديث عن أسباب قد تؤجل الانتخابات في المحافظة؟ تحية وتقدير لك سيدتي الكريمة ولا مشاهدين هذا المنبر الكريم. لا يخفى على الجميع بأنه محافظة ديالى كانت نموذج بما حدث في العراق عموما، وكانت لها خصوصية في الأحداث الكبيرة التي عصفت بها منذ 2003 ولحد هذا اليوم. لذلك محافظة ديالى هي ليست ضد الانتخابات أو مع تأجيل الانتخابات بقدر ما هي ملتزمة بتوفير المستلزمات الحقيقية للانتخابات. ليست الإجراء الانتخابات لأجل الانتخابات، لكن هو إجراء الانتخابات لخلق حياة جديدة أو عملية سياسية، ولادة عملية سياسية جديدة تعمل لتحقيق شيء. لكن طالبنا منذ أكثر من 3 سنوات محرر محافظة ديالى طالبنا بعودة النازحين، ولحد هذا اليوم لم يعود من النازحين سوى 50% فقط، وهذه حسب الإحصائية الأخيرة التي صدرت من الجهات المختصة، 51% فقط من عاد. إذن هناك 49% يمنعون من العودة ولم يعودوا. إذا ما كانت محافظة ديالى التي حررت في بداية الأمر هكذا، فما بال المحافظات الأخرى التي حررت اتباعا. هذه من جهة. من جهة أخرى سيدتي الكريمة، اليوم المواطن في محافظة ديالى وكذلك المواطن في المحافظات الأخرى ينتظر بناء دار للإسكان العوائل المحرومة، لا بناء مركز لانتخاب الشخصيات المتخومة. اليوم المواطن يطالب بالعودة وهذا حقه، صوت الانتخابات من حق الحكومة شخصيا. عندما صوتت على تحديد يوم الانتخابات وضعت شروط، ومن هذه الشروط هو توفير المستلزمات والحياة الطبيعية للنازح وعودة النازح إلى مناطق كانت هي الشرط الأول والأساسي في قيام انتخابات. لحد هذه اللحظة لم نجد هناك نية وإرادة حقيقية بعودة النازحين، وكذلك هناك لحد هذه اللحظة هناك منع للنازحين من العودة، وكذلك ترحيل البعض من محافظة ديالى. محافظة ديالى النموذج الذي يقتدى به للمحافظات الأخرى. نعم، يعني يبدو أن لديك ورقة فيها أرقام أو أعداد ربما لأعداد النازحين تظهر أمامنا يعني على الهواء مباشر. يعني أرجو إذا كان لديك أرقام اكشفها لنا، عرف المشاهدين بما تعانيه ديالى، كم أعداد النازحين إذا تعرف. يعني سيدتي الكريمة، هذه الإحصائية الأخيرة التي صدرت من الجهات المختصة من اللجنة العليا لإغاثة والنازحين ومن وزارة الهجرة والمهجرين وكذلك من الجهات الأمنية تبين أعداد النازحين للمحافظات ككل. بابل تأتي بعدها بغداد وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى، وأعداد العوائل العائدة يعني بدراسة الأجهزة الأمنية وكذلك الأفراد العائدة بدراسة من الجهات المختصة. هذه الورقة تبين أنه 51% من عاد إلى محافظة ديالى، وهذا قبل يومين الإحصاء صدر من الجهات المختصة. كذلك أنه مجموع العائدين لكل هذه المحافظات هو 42%. يعني لحد هذه اللحظة لم نصل إلى 45% لعودة هذه المناطق. اليوم لدينا أشهر للانتخابات، فكيف نذهب إلى انتخابات لا تتوفر فيها صوت الناخب؟ واليوم يعني حقيقة اليوم السيد العبادي يتكلم بشكل واضح، يتكلم بأن هناك بعض الأحزاب وجهت تجبر المواطن على المشاركة في رزقه، في رزقة تجبر على المشاركة في رزقة، فكيف سيكون هذا المواطن حر في إعطاء صوته؟ لحد هذه اللحظة الأسلحة والسلاح الخارج عن القانون له تأثير كبير في المحافظات. كذلك هناك عدم استقرار لهذه المحافظات. الأمر مربك جدا، ما ممكن أن نخوض انتخابات في ظل في بتوجه لإجراء انتخابات فقط. نحن ليست ذاهبين للانتخابات للانتخابات، لكن ذاهبين للانتخابات لنتائج الانتخابات.
الانتخابات. نحن طيب نرى انه سيد رعد، ولكن يمكن ان يكون المواطن في محافظة ديالى يريد ان تجرى الانتخابات ليغير من مثلوه، ولم يقدموا له في الفترة الماضية كل ما هو بحاجة اليه، فلماذا يتم حرمان المحافظة من الانتخابات التي يعني هي حق من حقوق المواطن اليوم أن يجريها في الديمقراطية التي دعي إليها كل الشعب العراقي؟ هذا الحق يجب أن يتم من خلاله التصويت، الإدلاء بالصوت للتغيير الواقعي في ديالى، وليس حرمان المحافظة بسبب عدم عودة النازحين أو ليس هنالك مثلا بيوت، يعني هنالك دمار كبير في مناطق معينة. هذا يقع على عاتقكم أنتم كنواب في ديالى، أيضا يقع على عاتق مجلس ديالى، ليس للمطالبة بإلغائها ولكن بإجرائها وفق الشروط الموضوعة. شكرا جزيلا سيدتي الكريمة على هذا السؤال. حتى أجاوبك على المحورين، المحور الأول هو إعطاء فرصة للمواطن ليغير الوجوه الكالحة التي مثلته وجاز يبحث عن وجوه جديدة، هذا من حقه، لذلك نحن نعمل على توفير له المناخ المناسب ليختار ما يراه مناسب في المرحلة القادمة، وليس نجبره ليختار من يكون مجبر على اختياراته. هذه جزئية، هو توفير المناخ المناسب للاختيار. أما بالجانب الثاني، علينا عودة النازحين. نعم علينا عودة النازحين، وضعنا خارطة طريق وعملنا جاهدين منذ 3 سنوات بالمطالبة في كل المحافل والحكومة، وشكلنا لجان لعودة النازحين وشخصنا السلبي والأسباب عدم عودة النازحين إلى محافظة ديالى، وشخصنا أن هناك جهات تعمل بأجندات خارجية تعمل على التغيير الديمغرافي لهذه المحافظة، ونوقش هذا في كل المحافل وبجهات رسمية داخلية وخارجية لهذا الأمر. لكن لحد هذه اللحظة أنا أؤكد أنه السلاح الخارج سلطة القانون هو لديه تأثير أكبر من سلاح الدولة في منطقة في محافظة ديالى، لذلك على علينا أن نحدد السلاح لكي يكون المواطن يخير بما يختار وبإرادة كبيرة. لذلك أنا تكلمت أن بعض هذه المحافظات ومن ضمنها محافظة ديالى لا تنتظر انتخاب شخصيات مدخومة، بل تعمل على أو تنظر للحكومة في بناء دور للعوائل المحرومة. هذه هي الانطلاقة منها، تشكيل أو تهيئة مستلزمات الانتخابات، هذا واجب على الجميع وملزم للجميع. وإذا لم تتوفر هذه المستلزمات ولم يكن المواطن حر في إبداء رأيه، نحن سنقف بالضد من الانتخابات في هذه المحافظات وخصوصا في محافظة ديالى، لحين ما تكون هناك فسحة كبيرة للاختيار ويكون المواطن هو حر فيما يراه مناسب ليمثله في الدورات القادمة كعمل سياسي. مستمرون في حوارنا سيد رعد، ولكن بعدنا نتوقف قليلا. لنكمل الحوار مع ضيوفنا. ينضم معنا الآن السيد خضر مسلم، عضو مجلس محافظة ديالى عن التحالف الوطني. سيد خضر أهلا بك معنا. ربما استمعت لما تحدث به سيد رعد الدهلكي النائب عن ديالى، حيث قال بأن سلطة الخارجين عن القانون في المحافظة هي أعلى من سلطة الحكومة المحلية أو سلطة الدولة في هذه المحافظة، وهذا هو خطر الأكبر على هذه المحافظة في حال تم إجراء الانتخابات أو لم يتم. نعم، مساء الخير على الشرقية وعلى المشاهدين الكريم. يعني بداية إذا هي القضية، أنا بصراحة ما سمعت الكلام، بس افتهمت على قضية الانتخابات في محافظة ديالى. طبعا احنا ملتزمين في محافظة ديالى والحكومة المحلية بالتصريحات التي أدلى بها السيد رئيس الوزراء فيما يخص الانتخابات النيابية. خصوصا الانتخابات النيابية مثل ما تعرفون حضراتكم هي قضية دستورية، لا يمكن التلاعب بمواعيدها. ممكن مثل ما صارت
تأجيل الانتخابات المحلية ممكن يعني تتأجل إلى فترة معينة. وبالضبط قال، أذكر كلام رئيس الوزراء، أنه هم مع دمجها وإقامتها في وقت واحد، لكن إذا ما طلبت المفوضية بناء على قضية باعتبارها هي يعني الجهة الفنية لاقت صعوبة في إجراءها في نفس اليوم، ممكن تتأجل يعني فترة يوم يومين أو أسبوع أو شهر كما ترتئي يعني المفوضية وكما تطلب. لذلك قضية الانتخابات هذا قضية محسومة. بالنسبة بصراحة إلى قضية النازحين، بالتأكيد تهم، مثل ما تعرفون يعني كحكومة محلية وكحكومة اتحادية، بالتأكيد كل العراقيين يتعاملون مع الملف يعني ملف إنساني قبل ما يكون هو ملف سياسي. أعتقد في كثير من الأماكن يعني كثيرة، والأستاذ راعد أيضا يدعو ويعيد هذا الموضوع، كثير رجعوا إلى مناطقهم. بقت صراحة أكو مشاكل في بعض المناطق، أعتقد يعني هي مركبة عشائريا. يعني سيد خضر، هل اليوم مشكلة عدم عودة النازحين إلى مناطقهم في ديالى مشكلة عشائرية أم هو قرار سياسي في هذا الملف الإنساني؟ لا، أنا أعتقد ماكو واحد صاحب ضمير يتعامل ويا الملف ملف سياسي، يعني هو الملف إنساني. أنا يعني أعرف اللي دا أقوله، بس أنا ما أقول أحمل إنه فقط مشكلة عشائرية، وأنت ما خليتني أوضح شنو أقصد بها. طبعا أكو بنسب متفاوتة كلها تأثر على هذا الملف، من ضمنها اللي قلت لك اياه اللي هو القضية العشائرية. يعني اليوم أكو طبعا بغض النظر هم عن إنه أنا أقول هذا يعني عشائرية، يعني ممكن إنه ذاتهم يكون مكون واحد. يعني خلينا نحكيها بالقلم العريض، منطقة العظيم عوائل فيما بينها، يعني هذول قسم انضموا إلى داعش وقسم قاتلوا داعش وانقتلوا إخوانهم، كما مثلا رئيس المجلس البلدي في العظيم يعني انقتلوا إخوانه وفجروا بيته، وهذا هو من نفس المكون. فهذا ما يقبل بعد يعرفهم أنه ذولا كذا ورجعتهم. هذا هذه قد تكون نسبتها مثلا 5% بالمحافظة. من يعني أكو قضايا أخرى مركبة ممكن لها تأثيرات، بس كملف سياسي ما أقدر أصرح. اليوم كلنا مع رئيس الوزراء ومع الحكومة، والدكتور سليم أيضا هو ابن المحافظة وهو رئيس البرلمان، ما أعتقد راح يسمحون أنه يدخلون بعض السياسيين ويروحون إلى أنه والله يريد يسوي قضية معينة. أضف إلى ذلك قضية جلولاء وقضية هذا التدريب، يعني قبل إعادة فرض القانون في هذه المناطق كانت أيضا هي خاضعة لسلطة الأخوة الكرد وصار الانتشار القوات. ولكن سيد خضر، نحن نتحدث عن مناطق تم تحريرها وإعادتها تحت سلطة الحكومة الاتحادية، وأيضا فرض القانون فيها وقوة الدولة فيها. نحن لا نتحدث اليوم عن مناطق لا تزال تحت سيطرة داعش أو لا يزال هنالك فيها بعض المشاكل. عندما يقف اليوم النازح أمامكم ويقول أنتم من حرمتوني أن أدلي بصوتي في الانتخابات المقبلة بسبب عدم إعادتكم لهؤلاء النازحين إلى مناطقهم، أيضا عدم السعي إلى إعادة بناء هذه المناطق التي أصبح هنالك فيها دمار كبير وهائل، وهذا بحد ذاته يقف عائق أمام إجراء الانتخابات المقبلة. ست العزيزة، احنا ما حد جاب طاري داعش هسه مبدئيا، يعني ما قلنا انه داعش. انا اقصد انه اليوم في جلولاء، جلولاء فيها مناطق هدمت بالكامل، يعني تعرضت الى هسه مرة جرى عمليات التحرير، ومرة بصراحة شغلات وقرى كاملة وكلهم يدرون بها شلون يعني تم تهديمها. فهذا المواطن من يريد يرجع يعني في هذه المناطق او القرى المترامية الاطراف وما يلقي بيته، هسه انا كحكومه محليه دا اشتغل مع صندوق النقد الدولي ومع عفوا مع البنك الدولي ومع صندوق اعاده اعمار المناطق المحرره ومع المنظمات الدوليه، مع يعني اليو ان دي بي احد وكالات يعني التنميه في الامم المتحده، ودا اسوي بعض المشاريع الخدميه في مختلف القطاعات، سواء كانت قطاع تربيه او قطاع صحه او القطاعات الاخرى بصراحه، يعني البلديات وغيرها. فدا اسوي مركز المدن، بس هذه القرى مشكله بصراحه. يعني هو القرى تدرين وليش ساكن بقريه، يعني كان يعتمد على الزراعه، توفير فد امور يعني بسيطه، توفير خدمات، يعني رخص السكن هناك يعني ما يكلف، كل هاي الامور خلت يعني الانسان يسكن هناك. هسه من يرجعوا وبعد اعاده فرض القانون لقى هذه القرى مهدمه، بالتاكيد هم كانوا قاعدين في مكانات او مخيمات اخرى، بالتاكيد انا وياك والله معاك، بس يعني هم نسبتهم يعني ايش قد
يعني انه اليوم تقولين اني مثلا من مكون معين وانا هذول نازحين انا اروح المخيم اقول تعال انتخب، يعني هي بيها نوع من الصعوبات ما اذكر هذا الشيء. سيد خضر، يعني الانتخاب هو حق لو كان لمواطن واحد اذا كان في محافظه ديالى او بقيه المحافظات في الشمال او الجنوب. سيد خضر مسلم عضو مجلس محافظه ديالى عن التحالف الوطني، شكرا جزيلا لك. الحوار مع ضيفنا سيد رعد الدهلكي النائب عن ديالى. سيد رعد، يعني إذا كان هنالك فعلا أسباب سياسية تقف وراء عدم إعادة النازحين إلى محافظة ديالى، إلى المناطق التي تم تحريرها منذ فترة طويلة، يعني السؤال في العام إذا ما تم طرحه، وين علاقاتكم السياسية؟ لماذا اليوم لا يتم استثمارها لصالح النازحين؟ يعني سيدة الكريمة، قبل ما أتطرق على سؤالك الكريم، أتمنى أن أعرج على ما تكلم به أخي العزيز من ديالى أستاذ عبد الخضر، وأتكلم على قدسية مواعيد الانتخابات. صحيح في الدستور حدد موعد للانتخابات وهذه مقدسة في الدستور، لكن في نفس الوقت نحن لدينا قدسية ثانية وهي المادة 114، حرية الحركة والسكن للمواطن، وأن يكون حر في التعبير والعيش في بلده وعلى أرضه وفي داره. علينا ألا نتنقى من الدستور ما يخدمنا ونترك ما يخدم المواطن، ويكفي العزف على أوتار المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية. أنا أعتقد أنه اليوم المواطن لديه الأولوية والقدسية الأولى قبل كل الاختيارات، لأنه أولا وأخيرا المواطن هو من يختار ممثليه، وهو من الرحمة التي تنطلق منه أو منه العملية السياسية بالكامل. لذلك علينا معالجة هذا الرحم وعمل وتوفير له المناخ المناسب لاختيار ما يراه مناسبا. أما بالنسبة لي، إذا ما كانت عدم عودة النازحين سياسية، أنا أؤكد أنها عدم عودة النازحين إلى محافظة ديالى بالخصوص وبعض المناطق الأخرى بكوني أحمل ملف النازحين، عدم عودة النازحين إلى محافظة ديالى كان أسبابها سياسية بحتة. وإذا تكلمنا كما قال الأستاذ عبد الخضر بأن هناك مشاكل عشائرية، المشاكل العشائرية لا توقفها لا حدود ولا محافظات، تتنقل العشائر من مكان إلى آخر لأخذ الدية أو الفصل العشائري. لذلك هذه شماعة قديمة نأمل أن نخرج منها، لأنه قد شرخت هذه الأسطوانة. علينا أن نكون جادين بعودة النازحين إلى مناطقهم واختيار وإعطائهم الفرصة الحقيقية في اختيار ممثليهم. أما بالنسبة لعلاقاتنا السياسية، هناك توجهات لبعض الجهات هي ليست في إطار الدولة لكي نذهب إلى علاقات سياسية، هي خارج إطار الدولة، تحمل السلاح تحقيق أجندات خارجية وتغيير ديموغرافي حقيقي. تكلم الأستاذ عبد الخضر بأنه منطقة العظيم على سبيل المثال، لماذا لم يعود أهلها وهم كلهم أو أغلبيتهم من مكون واحد؟ أنا أؤكد أنه منطقة السد العظيم لم تعود هذه العوائل لها، بسبب أنه هناك طريق رابط ما بين إيران إلى الشام يمر من خلالهم، لذلك يمنعون من العودة. فعلينا أن نشخص الحالة بحقائقها لكي نجد علاج. نحن نؤكد على توفير مستلزمات الانتخابات وعلى رأسها المواطن وحرية القرار والرأي. نعم سيد رعد الدهلكي نائب عن محافظة ديالى، شكرا جزيلا.
إلى البصرة حيث لم يجد التجار هناك وسيلة للكشف عما يتعرضون له من ابتزاز والتظاهر للمطالبة بكف يد الأحزاب عن المنافذ الحدودية. هذه المنافذ التي باتت خاضعة بشكل كامل لسلطة أحزاب فاسدة وسياسيين فاسدين حيث لا مكان للتجار المستقلين هنا، إذ يضطر الكثيرون منهم لدفع مبالغ مالية كبيرة من أجل مرور بضائعهم. يقول التجار إن المنافذ الحدودية في البصرة باتت مصدرا رئيسيا لتمويل الأحزاب والشخصيات الفاسدة، ويطالبون رئيس الوزراء حيدر الأبادي ببدء حملته ضد الفساد من المنافذ الحدودية. نسلط الضوء أكثر على هذا الملف في هذا التقرير. لم يمر إلا يوم واحد على طلب الادعاء العام من مؤسسات الدولة الإبلاغ عن ملفات الفساد في العراق، حتى خرجت تظاهرات في البصرة للمطالبة بكف يد الأحزاب عن واحدة من أهم مؤسسات الدولة وهي المنافذ الحدودية. تجار ومستثمرون أكدوا أن الفاسدين الذين سيطروا على المنافذ الحدودية للعراق منذ عام 2003 يحاربون التجار المستقلين الذين لا ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة، ودعوا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البدء بمحاربة الفساد في المنافذ الحدودية، مؤكدين أنها تحولت إلى ممول رئيس للأحزاب والشخصيات الفاسدة. ستدفعها عشرات بل ومئات الخيمات، ستنفذ من باب المنفذ الحدودي حتى تتفاهم. كنا وما زلنا داعمين للقانون، وسنستمر في دعم حكوماتنا المنتخبة والإجراءات التشريعية. أما أن يتم التعامل بقرارات وتعليمات موحدة غير مشرعة، هذا لا يمكن السماح به. ما ذنب الفقراء وقوت على عائلتهم؟ ما ذنبهم؟ ما ذنب العاطلين؟ عندما يتأثر التجار بسبب رفع الضرائب والتعليمات والتعليمات الغير مدروسة والغير مجزية غير خاضعة لأي جهة اقتصادية، سيتسبب توقفهم عن العمل بتعطيل مئات العوائل ومئات العاملين في المنفذ الحدودي. هو باب الرزق الوحيد الموجود. ومع غياب الرقابة الحكومية أو ضعفها وعدم قدرتها على منع صفقات الفساد أو الرشا الصغيرة والكبيرة، فإن التجار يتحملون الجزء الأكبر من هذا الفساد الذي يكلفهم الكثير في هذه المؤسسة التي تعد إحدى أبواب الفساد الكبيرة بحسب التقارير الحكومية والمستقلة، وأدت خلال السنوات الماضية إلى هدر عشرات المليارات من الدولارات. للوقوف على آخر تطورات في محافظة البصرة ينضم معنا مراسلنا حسن صباح. حسن، أهلا بك معنا. هل لا زالت التظاهرة مستمرة؟ أهلا بك عزيزتي سيدتي العزيزة، حياك الله. نعم، هي ليست فقط تظاهرة، حسب ما قاله اليوم مجموعة من التجار من كافة محافظات العراق حضروا إلى محافظة البصرة لرمزية هذه المحافظة الاقتصادية، بل هي عاصمة العراق الاقتصادية كما صوت عليها مجلس النواب. مجموعة كبيرة من تجار العراق حضروا اليوم وأعلنوا ما وصفوه بالحركة الاحتجاجية لتجار العراق. هذه الحركة هي حركة تصحيحية لتصحيح مسار المنافذ التي بحسب قولهم إنها أصبحت الممول الأساسي لما وصفوهم بالفاسدين في الحكومة وفي بعض الجهات الحزبية. الآن يعني المستجد في المنافذ الحدودية أن الفساد سابقا بعد 2003 كانت هناك ميليشيات وجماعات مسلحة تسيطر على الموانئ، وكان الفساد واضح جدا، وحتى القوات الأمنية والحكومات السابقة شنت حملات وقضت على بعضنا. لكن الآن الفساد أصبح فساد مشرعا. هذه الجهات وصلت إلى بحسب حديث التجار طبعا وبحسب هذه الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في محافظة البصرة، ومن المتوقع بحسب مراقبين أن تمتد إلى بقية المنافذ وإلى بقية محافظات العراق. الفساد سابقا كان واضح، لكن الآن الفساد مشرعا. الفاسدون الذين كانوا يسيطرون بقوة الميليشيات بعد 2003 تحولوا ووصلوا إلى مناصب تنفيذية وتشريعية، وباتوا يشرعون القوانين بحسب أهواء من وصفوا بالتجار السياسيين، وهذا مصطلح جديد برز إلى الساحة وهو مصطلح التجار السياسيين. هناك مجموعة من الأشخاص يقومون
بتشريع قوانين وفرض رسوم كبيرة على التجار المستقلين الذين لا يستمون. سنناقش كل ما ذكرته حسن من معلومات مع ضيفنا بعد قليل. حسن صباح مراسل الشرقية نيوز من البصرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ننوه إلى أن هنالك يعني خبر عاجل حول وصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بغداد قبل قليل والتقائها برئيس الوزراء العراقي سيد العبادي، وأكدت هي بدورها حرصها على العلاقات المستمرة بين كل من العراق وبريطانيا. نكمل في ملفنا مع ضيفنا النائب عن البصرة سيد مازن المازني. سيد مازن أهلا بك معنا. الأحزاب هي من تمسك اليوم بالمنافذ الحدودية. بصراحة هل يعني أنتم من تمسكون بالمنافذ الحدودية في البصرة أنتم كتيار صدري؟ نعم، المنافذ الحدودية تدار من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، وأن أغلب التعيينات في المنافذ الحدودية والموانئ في المكانات المهمة بالتحديد يتم اختيارهم من قبل يعني الحكومة في بغداد، سواء كانوا إذا أردنا التحدث عن الجمارك فالهيئة العامة للجمارك، وأردنا التحدث عن بقية المفاصل في المنافذ وكذلك الموانئ، فهناك إشراف مباشر من قبل حكومة بغداد، وأن أغلب من يعني الذين يديرون الملفات هناك هم شخصيات من خارج المحافظة. يعني سيد لذلك عملية وجود سيد مازن يعني هذا الكلام الرشا وعملية وجود الفساد واضحة في هذا الموضوع. نعم إذا ما سمحت لي، يعني كل ما تتحدث عنه ربما هو أصبح واضح إذا كان لمحافظة البصرة أو للعراق عموما عن من يتحكم بالمنافذ الحدودية من ناحية الحكومة، ولكن ما خفي كان أعظم واليوم يتم الكشف عنه، وهنالك أحزاب متهمة به بأن تكون هي من تتحكم بهذه المنافذ الحدودية وأيضا بهذه الواردات التي تأتينا من المنافذ الحدودية وخاصة البصرة تمويل أحزابها، وهنا نريد السؤال. نعم، يعني هناك جملة من المشاكل والملاحظات على عمل المنافذ الحدودية بالتحديد، وطرحنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا وطلبنا تشكيل لجان خاصة بهذا الخصوص ومتابعة هذه الملفات التي تثار داخل المحافظة. طبعا هناك جهد من الأمن الوطني داخل المحافظة بمحاربة المخالفين من ناحية البضائع أو دخول البضائع الفاسدة وحتى المخدرات. يعني بالأمس دخلت شحنة كبيرة من المخدرات تقدر يعني كميتها بستين مليون حبة حسب يعني علمنا من السيد قائد عمليات البصرة، وهذه الشحنة جاءت من عن طريق الإمارات عن من الهند، وبالتالي تعددت يعني الأماكن التي تدخل منها المخدرات إلى المحافظة. لذلك سلطة الحكومة يجب أن تكون سلطة قوية، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العباد يريد مكافحة الفساد، فليبدأ من المنافذ الحدودية. نعم هناك لربما تدخلات من جهات عديدة في المحافظة في عمل المنافذ الحدودية، ولكن يجب أن تكون سلطة القانون وبالتحديد الجهات الرقابية من هيئة النزاهة والرقابة المالية ومكاتب ومكتب المفتش العموم في الوزارات التي تعمل داخل المنافذ الحدودية هي من تقرر من يعبث بأمن المحافظة من أي جهة سياسية كانت أو أي فصيل مسلح كان. نحن كتيار صدري يعني جاءت كثير من اللجان من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر إلى محافظة البصرة وجلست مع جهات عديدة في المحافظة
واستقصت هذه الأمور. إذا كان هناك تدخل من قبل جهات تابعة للتيار الصدري في عمل المنافذ الحدودية، ونتمنى أن يقولون أن الشخص الفلاني تابع للتيار الصدري ولديه عمل غير شرعي داخل المنافذ الحدودية أو الموانئ، ولكن لربما طيب هناك سيد مازن، يعني بكلامك هذا توضح وتنأى بالتيار الصدري عن التحكم بالمنافذ الحدودية وعن تواجد الفساد المستشري في هذه المنافذ، ولكن من الطبيعي اليوم أن يكون لديكم يعني علم ولو حتى ببعض الأسماء التابعة لأحزاب معينة هي من تقوم بهذا الفساد، وهي من تضر أولا بمحافظة البصرة وثانيا بكل العراق، ويجب مساعدة سيد العبادي بهذا الموضوع. أريد منك الحديث في هذه النقطة، ولكن بعد أن نتوقف قليلا. مع ضيفنا سيد مازن المازني. سيد مازن، يعني تنأى بالتيار الصدري عن كل ما يتم الحديث عنه بالنسبة إلى المنافذ الحدودية، إذا من هي الأحزاب التي يمكن أن تتحكم بهذه المنافذ؟ يعني العشرات ممن يعملون في المنافذ الحدودية، ووجدت لديهم كثير من الخروقات والتزوير والمخالفات، اليوم تم إيداعهم بالسجون. أكيد هناك من يدعمهم من جهات حزبية أو ميليشياوية، ولكن عندما يأتي الموضوع والشخص الفلاني يكون متورط في إدخال هذه البضائع ويأتي الموضوع إلى القضاء، أكثر الجهات السياسية تنأى بنفسها عن هذا الشخص، وأنه هذا الشخص اليوم ما يمثلنا وما لنا علاقة به وكان يشتغل باسمنا. لذلك لا يمكن أن تكون هناك جهة سياسية أو جهة حزبية لديها السيطرة الكاملة على هذه المنافذ، ولكن هناك بعض الشخصيات التابعة للأحزاب والتابعة أيضا لبعض الفصائل لديها مصالح خاصة في العمل في هذا الموضوع، وهي تتشبث بهذه الفصائل وهذه الأحزاب. لذلك ليس الحل أن نقدح بحزب معين أو فصيل معين ونقول هو من استحوذ على الموانئ، ولكن الحل أن يتم معاقبة كل من لديه مخالفة من الموظفين أو المعاقبين أو لديه تواطئ من الأجهزة الأمنية في إدخال هذه البضائع والسلع والمخدرات، وكذلك السيطرة على بعض الأماكن في المنافذ من أجل إدخال بضائع لربما غير مرخصة. أنا أقول أنه القانون إذا كان قانونا قويا ويسري على الجميع سوف تنتهي هذه الحالات ولا يكون هناك دخول لهذه البضائع. قبل فترة يعني زمنية معينة كان هناك أحد التجار أدخل يعني شحنة كبيرة من العجول، وعندما ذهبنا أنا بنفسي ذهبت إلى الموانئ واطلعت على الأوراق الثبوتية لهذه الشحنة، وجدت أن هذا التاجر لا يريد إدخال هذه الشحنة ولا يريد أن يدفع الجمرك الخاص بهذه العجول بطريقة أو بأخرى، بعملية تزويرية، بمخالفة لربما. ولكن عندما كان هناك إصرار لدى المعنيين على هذا الملف أنه هناك مخالفة
وتم الضغط على هذا التاجر دفع هذا المبلغ وهو مبلغ كبير جدا، وبالتالي ذهب يعني إلى للأسف سيد مازن يعني اليوم من يعاقب هو جزء من تعظيم الإيرادات، ليس المفسد في المنافذ الحدودية ولكن التاجر المستقل الذي لا ينتمي إلى هذا الحزب أو ذاك. سيد مازن المازني النائب عن محافظة البصرة، شكرا جزيلا لك. ملفات الفساد تناولتها الصحف العربية والعالمية، نتابع. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.